الرحمن الرحيم. حسابات الفولتج دروب. الفولتج دروب الفقد في الجهد على الدوائر السنجل فيز. لو عند دايرة سنجل فيز بيبقى احيانا السنجل فيز زي في السعودية زمان وفي امريكا دلوقتي بيبقى الفازة الفازة، وفي سنجل فيز اللي هو فازة النيوترال، وفي ثري فيز بيبقى بالانس فيز اللي هو الثري فيز الحامل الثري فيز. الدلتا يو ليها قيمتين، قيمة بتبقى بالفولت وقيمة تانية بتبقى 100% نسبة من الفولت. يعني هنا الدلتا يو تطلع لي بالفولت، اقسمها على السنجل فيز فولت اللي هو الفيز تو فيز اللي هو اليو ان، يديني واضربها في 100 يديني النسبة 100%. قد ايه في المية من السيستم فولتج، او قد ايه في المية من السنجل فيز فولتج؟ نفس القصة هنا، 100 في دلتا يو اللي هي بالفولت على الفي ان اللي هي فيز تو نيوترال يديني قد ايه الفقد في الجهد اللي هو بالفولت من السنجل فيز فولتج. يعني لو صورت مثلا عندي 220 فولت سنجل فيز سيركت اللي هي فيز تو نيوترال وعايز اشوف الفولتج دروب قد ايه، بطلع الفولتج دروب اللي هو بالفولت اهو اللي هو دوت من المعدل اللي قدامي، وبقسم على 220 وبضرب في 100 يديني نسبه الفولتج دروب قد ايه من 220، يعني حصل فقد قد ايه من 220 فولت، وهكذا في حاله الثري فيز. هنا المعادله بتاعتنا بتبقى اول فاكتور بالنسبه للفيز تو فيز او الفيز تو نيوترال 2 في اي بي اللي هو ريتد كارنت ار ريزيستنس بتاعت الكابل، كوزاين فاي اللي هي باور فاكتور، وبتختلف من سيستم لسيستم على حسب الباور فاكتور كوريكشن اللي انا بعمله عن طريق الكاباستور بانك. ممكن تبقى 92 بعد الكوريكشن، ممكن تبقى 8/10، ممكن هو في الاغلب بتبقى 8/10، 92 95 على حسب ما السيستم بيحسنها او الكاباستور بانك بيحسنها. هنا بنحط الاكس برضو من الكتالوج بتاع الكابلات، وعندي بعد كده الساين فاي اقدر اجيبها عن طريق الكوزاين فاي، وبعد كده طول الكابل بالكيلو متر. طول الكابل بتاعي هنا بالكيلو متر، هنرجع هنا بص هنا هو الاي بي اللي هو فيول لود كارنت ان امبير ماشي، والال هو طول الكابل بالكيلو متر، والار ريزيستنس بالاوم لكل كيلو متر، والاكس اللي هي رياكتنس بالاوم لكل كيلو متر ماشي. طب انا عندي هنا مثال بسيط، المثال البسيط ده بيقول ان انا عايز احسب فقد الجهد على كابل مقاسه 74 ملم مربع، العزل بتاعه اكس ال بي على بي في سي، الكابل دوت 4 كور يعني مالتي كور، طوله 1/10 كيلو متر يعني تقريبا 100 متر، الكوزاين فاي اللي هي الباور فاكتور 8/10، هنا مفيش كوريكشن، ممكن تبقى 92 لو في كوريكشن او 95. السيستم فولتج اللي هو السيستم فولتج بتاعي هيبقى 380 فولت اللي هو الثري فيز فولت او اللاين تو لاين فولت، لاين تو لاين فولت 380 فولت، الحمل بتاعي هنا 3 فيز. طيب الثري فيز لود 160 كيلو فولت امبير. الحل اول حاجه هجيبها عندي في المعادله، هجيب الاي بي، الاي بي 160 في 1000 على 1.37 على 380 يديني 243 امبير. الار والاكس هروح جوه الكتالوج، هفتح الصفحه بتاعت الكابلات اللي هي ال 3 او الفور كور، هو الفور كور كبر اكس ال بي على بي في سي 6/10 على 1 كيلو فولت، اختار الاي سي 90 درجة سيليزية ريزيستنس بالاوم على كل متر، ال 70 يديني 0.343 اوم على كيلو متر.
نروح الصفحة التانية اللي هي بتاعة الرياكتانس، برضو كابل كبر اكس ال بي في سي، اختار الرياكتانس ادي فور كور 70.0988. بخش بعوض بالمعادلة في الكلام دوت الار والاكس، يبقى عندي هنا الفولتج دروب اللي محسوب الدلتا يو المحسوب بالفولت هيطلع 1.73 × 243 في ار كوزين 5 في 1/10 اللي هي ايه الطول بالكيلومتر. 1.73 في 243 في الار في الكوزين فاي، الساين فاي 6/10، ساين فاي 6/10، بعد كده في 1/10 يديني 14.2 فولت. كده انا جبت الفولتج دروب الدلتا يو جبته بالايه بالفولت. طب عايز اجيبه بالبرسنتج بقى، او عايز اجيبه بالمية في المية من السيستم فولت او الثري فيز فولتج بتاعي، بقسم 14.02 على 380 يديني 3.6. فقد في الجهد بتاعي على الحمل 160 كيلو فولت امبير عند باور فاكتور 8/10 للكابل 74 كبر اكس ال بي على بي بي سي بيبقى كام؟ بيبقى 3.69% دوت فقد الجهد.